مصر. النهارده هو ذكرى ميلاد واحده من اهم نجمات مصر والوطن العربي كله، ما تقدرش تقول عليها ممثله فقط، كمان ما تقدرش تقول عليها ان هي مطربه فقط، هي معجونه بالفن زي ما بنقول، والطرب والاحساس اللي بيوصل لقلب الجمهور. ودايما بنقول ان الفنان هو صناعه، يعني الفن موهبه وصناعه. احنا النهارده هنتكلم عن الفنانه القديره شاديه، اللي كانت يعني نموذج، نقدر نقول كده ان هي كانت متميزه في كل شيء زي ما كنا بنقول. والدها لما حس بموهبتها من البدايه ودها على طول لفريد غصن الموسيقار اللبناني عشان يصنعها في الموسيقى، وعلى الجانب الاخر الفنان القدير عبد الوارث عصر لفن الالقاء والتمثيل، والنتيجه زي ما حضراتكم شفتوا من اعمالها. لا، شادية من أهم فنانات جيلها، والحقيقة من أهم الفنانات المصريات، يعني أيقونة الفن المصري. يمكن كانت أكتر حاجة بتميز الفنانة شادية هي روحها المرحة، الدلع، خفة الدم. عشان كده كان النقاد والجمهور أطلقوا عليها لقب دلوعة السينما المصرية. وبالرغم من كده هي أنه شادية قدمت أعمال مهمة جداً وجادة جداً، زي دورها في فيلم نحن لنزرع الشوك، أغنية كمان والله يا زمن اللي كانت في فيلم نفس الفيلم نحن لنزرع الشوك، كمان قدمت دور فؤادة في فيلم شيء من الخوف، ده بجانب بقى الأدوار الكوميدية زي فيلم الزوجة 13، وفي أفلام كتير قوي شاذلي وأعمال كتير قوي قوي لشادية لو حبيت تذكرها. حقيقة مش هنلحق على مدار يعني الخمسينيات والستينيات، يمكن حتى كمان السبعينيات، ده غير بقى المسرحية الوحيدة اللي عملتها ريا وسكينة، كانت من احلى الاعمال اللي لحد النهارده بنقعد وبنتفرج عليها وبنضحك عليها وبنستنى حتى الاغاني اللي في المسرحيه دي. طبعا كمان من ضمن الافلام، وانت بتتكلمي طبعا عن روحها الحلوه، بالمناسبه الابتسامه كانت جزء من شخصيتها، يعني انت كنت دايما تتوقع ان انت هتشوفها في الوجه الباسم اللي انت تحب تشوف فيه اي حد، دايما تحس ان هي بتبتسم لك انت وانت بتشوفها وهي بتأدي ادوارها. طبعا مراتي مدير عام ده من اجمل الافلام كمان اللي عملتها شاديه، وكان دمه خفيف جدا، وزي ما سموها في السينما الدلوعه سموها كمان في الغنى صوت مصر، وقت ما كان فعلا هي تستحق هذا اللقب، مش في الزمن الحالي بقى الالقاب اللي بتوزع جزافا كده اي حد ممكن ياخد اي لقب، لا بالفعل هي كانت صوت مصر. ما حدش فينا ما بيتاثرش لما بيسمع اغنيه يا حبيبتي يا مصر، خصوصا طبعا لما يكون فيه مناسبه وطنيه او حتى اغنيه مصر اليوم في عيد. طبعا يعني احنا زي ما قلت لحضراتكم لو اتكلمنا عن اعمال الفنانه الجميله شاديه يعني هنقعد محتاجين حلقات وحلقات الحقيقه عشان نقعد نتكلم فيها، لكن احنا النهارده سؤالنا لحضراتكم بمناسبه ذكرى ميلاد شاديه، ايه الاغنيه اللي دايما بتيجي على بالك لما بتفتكرها؟ بس بجد اغاني مسرحيه ريا وسكينه حلوه قوي، يعني لحد النهارده واحنا بنسمعها وانا بقول لك اغاني عشان فعلا في اكتر من اغنيه للفنانه شاديه، وكمان الدويتو مع عبد الحليم حافظ وفريد الأطرش. طبعا ايوه، لا يعني والله حاجات كتير قوي الحقيقه، بس يعني احنا هنقعد نجاوب مع حضراتكم على الاسئله، يعني وانتم بتفكرونا كده كمان بالاغاني هنلاقي نفسنا في اغاني كتير جدا للفنانه شاديه اكتر من اللي احنا اتكلمنا عليها انا وشاذ. على اي حال مره ثانيه عايز عليكم السؤال هو ايه اكتر اغنيه بتيجي على بالك للفنانه شاديه لما بيذكر اسم شادية؟ صباح الخير والسعادة على حضراتكم جميعا. صباح الخير يا مصر.